ديال الدخول المدرسي. البوطة الموس قشري في سنانك. سلام يا سلام. عندك صافي اش باغي صباح النور صباح الخير كي دايرين جيسبر تكونوا بخير وعلى خير اموركم مزيانه تلقينا فيديو جديد كما شفتوا الصباح مشينا اول حاجه كنفيقوا الصراحه هي كنمشيو نديروا السبور وزعما من احسن الحوايج اللي خدينا القرار فيها هي اننا فيقوا مع 6 الصباح ولا 7 الصباح نمشيو نديروا السبور عرفتوا سبور في الصباح كاين اللي كيدير سبور في الصباح وكاين اللي كيدير سبور بالليل سبور في الصباح ماشي كيخصك ديري وترجعي للدار دوشي وتنعسي لا كيعطيك كي واحد الطاقه كدوزي بها نهار كامل وانت ناشطه فرحانه وسورتو كيلعب حتى على المزاج ديال الواحد كتخوي فيه الاعصاب كتخوي فيه ستريس كيعطيك طاقه زوينه كيعطيك طاقه ايجابيه سورتو كتشمي داك العليل ديال الصباح يا سلام المهم نضنا مع 6 ديال الصباح درنا السبور كما شفتوا صورت لكم هكا القطاط اليوم نفطروا نجيبوا زياد بعدا نمشيو نفطروا وانتم معايا بونجور صبتي مزيان درتي دودو مشينا فيقناه وجينا نفطروا كات صوفيا المهم فطرنا وجينا دابا لاسواق السلام باش ناخذوا الطق ديالي خاصه انا مازال حيت غادي نمشيو ان شاء الله نطيبوا طويجين في البحر اول مره غادي تشوفوا شكون اللي غادي يمشي معنا وغاديش نمشيو غير حنايا بثلاثه وانما غادي يمشيو معنا ماما تشوفوا في الفيديو المهم جينا الصبح بكري راه دابا خاوي انا كنفضل بحال هاد البلايص نجي لهم الصبح بكري كما شفتوا الدنيا خاويه باش ما يكونش داك الزحام والاختلاط صافي غادي ناخذ دابا داكشي اللي خاصنا ديجا خديت الطاجين والجمر مع حماتي قلت لها يلاه معايا ولكن قالت لي راني عيانه غير خليوني مره اخرى ان شاء الله حتى مره اخرى نديرو اون فام يلا هانتوما معايا ديال الدخول المدرسي ان شاء الله هادشي اللي تجمعات المهم دزنا جبنا رجاء ونسيبة وكاينه واحد البنت هي ما كتبانش دابا شادين الطريق ان شاء الله ما عرفت غنشوفو شي بحر من البحوره شو هاد الفار هذا المهم نشوفو شي بحر من البحوره البوطه انا سيما زياد ماما قرارات معقده ماما زياد يضرب عينا جديد كلاكيطه اول كلاكيطه يشري ويلي حلاتها من الفوق خلي راه بغيت نعلمو يبقى يلبس الراسه يلا لبس كلاكيطه زيد خشي شوف الصبيعه شوف الصبيعه مبغاش تقدم كيف الرقم
لا هكا ماشي هكا، دير هكا هكا ماما هكا اتو حتى سمعت قصار هكا هكا زيد خشي خشي ديرها جيك داير جبت تكربيها باش ها زياد غيجي ترينا فيكم يلاه وجدوا كابوس ديال الماء نصيفطوا ليا نيشان نصيفطوا ليا نيشان لا 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 زياد زياد بيزو لا يلا المهم بالنسبه لكم الطاجين بصلة الربيع الزيتون ثوما جبت كل شيء غادي نديرو بالدجاج فكرت نديرو بالدجاج باش يطيب دغيا المهم نبداو بالزيت سيداتي سيداتي كنبداو بالزيت ولا الطاجين هادي ماسيدان كنديرو القليل ديال ماسيدان ماسيدان سير حنيني دير لي ماستر دام هنايا ديال الرمله سير سير عندي ماسيدان خصنا شي ميكا باش ندير فيها الزيت غاموس واحد ايوا هادي هادي قشره فسلام مشاو نطلبو الجيران الموس قشره فسلانك مشاو نطلبو جيراننا موس سري قولي لهم نعطيوكم موس دابا البلان هو انني جايبه قزبر معدنوس ما عرفتش كيفاش نقربو راه انا نبالي ليك بيه كي غديري ليه راه كاين اللي كيقربو غير بيدي فراس اه كاين اللي اه لحد قالت ولا سيداتي سادتي خلي هادي تديريها مويزه كنعرف حبيبات ديالي داك عجيبه جوج بصلات الله يخليك يلا دابا غادي نديرو الثومه الثومه مجدناش هكاك غير قطعيها صغيره الثومه قطعيها صغيره والله الا يا سلام جو زوين الشميشه لاباس ما لقيناش الضبابه نسيمه انا ما كنزهرنا غير في الضبابة زهرنا غير في الضبابة ديما لا انا ديما كتكون الشميشة كلي وحنا راه ما تمشيوش لهذا تمشيو لسميتو لاكو اخت معنا واحد البنت مازاك مين عرفتي تحطوها ايش تهضري معايا بشلحة يلا كنهضرني معايا بشلحة كنهضري معايا بشلحة حتى اللي بشلحة مازاك مين الحمد لله بخير الحمد لله تفجيجت جيجت بالتعوات ملي كان غادي يدارم الحمد لله بخير هذا خصو توصل تشكيد في البحر تشكيد في البحر تشكيد في البحر تشكيد في البحر وتشكيد تشكيد تشكيد في البحر تشكيد صغير البحر اشكيد صغير دابا ندير لكم السوايع ديال الشلحه وفوني السوايع انا كنفهمها كنفهمها ولكن ما كتعرفيش ترديها نهائيا هاتوا برا تعلمت نقرطوا بوزيتي تقولوا الله يخليكم تقولوا ما حد قال بغيت نقول شي حاجه ونسيت صافي تضحكي شوف واحد البيبي صغيور واش كيهزاتو بحال غيطير كيوت كيدير باي 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 غادي كيدير باي باي هزاتو مع شي باليزه شوفي شوفي شحال زوين مقوري في داك الله بحال داك البارح وينو سي ما باتو ويلي وين زيتو برمله لا طاجين من السم برمله عرفتي علاش فترة هادشي ما عليش عرفتي البنا هي انكم كي غيجي الطاجين المتتبعات المشاهدين والله الا غيجي زوين طاجين المهم هذا راه مغسول اصلا راه البحر كيجيب الجوع اي حاجه تحط داك الدم غادي تاكليها لا مغسول جبتو من عند حماتي ما خلاتني كاع نشري مسكينه قالت لي والدي مضر اعطيني الماء باش دابا نديرو العطر يا سيدي السلسل. انا خلطتها كامله جبتها كامله ما نهبطتها من حبيتها مفرطين اصقع ما بانت لي الملحه تما هي شي مسوس كيف تحكي دلوقتي كيف تحكي ديري ديري الحاجة
فيها بنقشر عادي كي خاصها تبقى في شويه في الماء شنو لا لا غير قشره نديرو نيشان حيت كلشي دابا غادي يطيب ماغاديش نشحرو هي ورا خاصي باش نشدو دابا السؤال كي غنديرو الزيتون داك الزيت غادي تشلي تسلي ديري هي راه غتدخلي للبحر صفيرات حميره يلا سربينا يلا الحلقة يلا واي صبري واي صبري ما ديريش ليا الطياره بس نحطها غادي تقلى شويه شكلك حتى يتقلى شي شويه ديري ديري ما في الطاسه باش بديت له هيك وجهي ده انتما طويجينا البنات لا تخلى نحل عليه راه يطيح بسم الله هو كي بقبق واش هو ديك الساعات واش الطويجين ديالنا طاب انت هما البنات سلامتكم خص ديري فوق الرمله راه الطاجين ديال البطاطا والدجاج والزيتون واحد الرويحه يا سلام والله الا كيشهي طفي طفي ويلي عرفت راه جاهم الجوع الهمري اللي جا هاد الخوت يلاه غادي نفرج دابا باش نتغداو الخطه ديال كيقول لك فاش كتاكل الكرش كتقول راس غني يلا تغدينا البنات كيقيسوا البالمات ديال الربيع ديال السرف نشوف انا شنو ولكن يا ربيع هادشي راه ثقيل هادشي غادي نغرق انا وياك لا راه فاش كتخفي راه كتخفاف كتعمي على كرشك علاش مقدر بقى حاول تضرب اليوم بحال هكا بحال هكا انا تاوني كبار بحال هكا انت هي بحالي انت انا كنسوي ثلاثه بحال بيكالا كبار راه جاوا نيشان رجع كتلبس ربعين لوكا حتى انا جاوني كبار دابا ربي واش ندخل بيهم دخلي دخلي ادخلي بيهم بالله لا لا انت كتزعمي عرفتي فين غتوصلي لا 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 اختي قلت لا واش نعطيهم ليك ربيع لبس كلاكيت تكسلت المحطة باش تمشي ليه البنات ما عرفتش كيف بان لي البنات لا الولاد ولا البنات شوفوا شدينا هاد لي بيدالو هادو انتما رجاء نسيمة هاد شي الدنيا انا غير تخفف في البرد ايه باتو كار
يلا شي واحد يتلاح واش انا اخذت يلا رجاء يلا ما كاينش خوف يلا 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 ادخل وحش حيت انا راه كاينين الماج داكشاش كدير هكا. المهم لا شي غير ما غتفهموا والو، كنا جالسين بخير وعلى خير حتى قلنا اجي غادي نكريو هذاك البيدالو اللي كيدخل الوسط ديال الماء، وكان بالنسبه لي واحد تشالنج، واحد تشالنج بيني وبين راسي انني نتغلب على خوف من المخاوف اللي عندي هو انني نعوم في بلاصه فوندو، يعني رجليا كما كيوصلوش الارض. قولوا لي نتوما في لي كومونتير شنو هما المخاوف ديالكم. فريمون تغلبت على هذاك النهار وتزحلقت وعمت في الفوندو عجبني الحال. المهم واخا هذا النهار الصراحه فريمون خفنا عليه رجاء بزاف 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 وخلعاتنا. دخلنا وسط الماء وهاد البيدالو كيبقى بحال كي زيكزاغي، الناس اللي فيهم الدوخه كتشدهم الدوخه، ورجاء دخلت لينا وصفارت وفريمون تسقطت من الدم، ما بقاتش كاع كقادره تهضر ولا تشوف فينا، صافي فريمون خفنا 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 ديال بصح. ما لدرجه اننا ما كملناش، كانت تقريبا نص ساعه ب 100 درهم، ما كملناش نص ساعه، خرجنا قبل الوقت حيت خفنا عليها وخلعاتنا. يا ربي السلام، فريمون راه كنتفكرها كتبقى فيا، تسقطت من الدم ولا صفره 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 وداخت بزاف صراحه. هو الا كنتي وسط الماء ما كدوخيش، ولكن الا كنتي راكبه فيه معاك كتبقى دوك الماج كيحركوا، راه انتم غتبان لكم رجاء سخفانه. ودابا راه صافا، دابا راه لاباس، عرفتوا في الاخر صافي ما تتجاوب، ما بقاتش كتجاوب معانا. راك غادي نستمتع، زوين زوين، معنا نلعب شويه شويه، ممكن نستمتع شويه، استمتعنا بكريمك انا شويه. المهم البنات غتبان لكم الكاليتي ديال لا فيديو هي اللي كنا دايرين التليفون ديال رجاء فهاديك الساشي اللي كتدخل تحت الماء. نعم شدوني الدوخه، كانت الكاليتي ديالها قريبه هويا طيب زيد ماشي هو هذاك الكاليتي اللي كنت عليها عليها. شوفوا تغلبت على الخوف ديالي فينالمون اللي بقات بلوكيها وحلت فهاديك الزليقه اللي ما كانش فيها الماء. مي فريمون كان واحد الاحساس زوين، ديك الادرينالين كتحسي كيتحرك في الكور ديالك. فا نقزة واخيرا عاود في الفندق في الاخر، وليت كنقول صافي صافي ما تقيسنيش خليني نعوم عجبني. المهم قولوا لي نتوما شنو هما المخاوف ديالكم في لي كومونتير، شنو واش عمرك جربتي انك تحدي الخوف ديالك؟ مثلا كاين اللي كيخاف من العلو، كاين اللي كيخاف من الاماكن الضيقه، كاين اللي كيخاف من هكا يعوم شي بلاصه غارقه. بزاف بزاف ديال الناس اللي عندهم مخاوف متعدده، كتبي لي شنو المخاوف ديالك.